سيدي الحجازي سيدي الفياضي يقول شغلة القراريط الذهب لا تشرطها شرط على الله. وكل الأدعية يا سد حنكه ما فيش فايدة يا الله سد حنكة كسكوت. شنو دليلك أنت مولانا؟ قول رمضان برضو ليه الجنة فضل الله الله لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الكلام تاع الدكتور أحمد العمة يقول فيه من سنة مضى. احنا نقول عن حديث عن الرسول الدبلخ يقول فيها حديث هذه القراريط نازل إذا وعد أنجل فيها نعم ولكن بفضل الله. سيد الذيب الرفاعي شغلة القراريط الذهب بفضلي هتسيب الميت على قراءة الطريق ما حدش ياخد أجر كان يسيبه يسيبه له ودفنوا له المحرم. لا الإسلام متكفل بيه الفلوس وتدفنه قبل مراته ما تعيش. اخرف اخرف يا أشرف اخرف فلوسه تشيله سن قبل مراته ما تاخد نفقه او ولاده ما ياكلوا. نعم انت مزاجك رايق لكن الاسلام سبب سبب حمل كده. ايوه كده يا سيدي انت بتعمل مشاكل تصوريه يعني لازم حتى الميت هنتفر بالفلوس. امال ايه؟ امال ما بتاخدش انت فلوس ليه؟ اول ما بيقرا ما بياخدش فلوس ما بتاخدش فلوس ليه؟ ولا انا لا هو حد الله ما خدش تطوع بتفيد انت بتتطوع ليه عشان تاخد الاجر منين؟ نعم يبقى في اجر من الله. لا 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 وفي الصحة الصحه اللي ربنا عطاها لك والعقل اللي ربنا عطاها لك والعلم اللي ربنا عطاها لك وان تعد نعمه الله لا تحصوه. يعني في اجر في شيل الميت وده ما لا ما فيش ما تشترطش انت على الله ما يكونش الواحد من المقرب ويشترط على ربنا. انت دلوقتي بتصلي في اجر ولا ما فيش اجر؟ لا برضه ما تشترطش على الله. سيدنا معاذ قال يا رب اذاك مني مقبول او مردود ما هتقول لي انت خبر معاذ برضه ماشي للحديث. لا بس النبي صلى الله عليه وسلم مش ال قال ايه؟ حق المسلم على المسلم خمس واذا لم تتبعه هذا حقه. لا حق مش ان انت متطوع مو تطوع ما كانش ربنا قال فرض كفايه اذا كان ربنا سكت عن البقيه. ايه سكت عن اللي شغالين طيب. مشغولين بالدنيا الحارس اللي هذا معلي صلاه جمعه احنا صلينا الجمعه تدفع عنه. هي صلاه الجمعه برضه فرض كفايه؟ مش فرض كفايه بس الحارس ما عرفش صلاه الجمعه. حارس مين؟ اي واحد حارس الامام الحرم هو واقف ما بيصليش الجمعه حارس ولا مش حارس؟ المسافر ما عرفش صلاه الجمعه لها بديل. احكم فيها يا ابو حجاز. كلامه ايه ببلاش احنا بنروح ببلاش ندفن الميته ونشيلهم ونحطهم ونتصلى عليهم ببلاش؟ يا سيدي الكريم اذا وعد انجل. اما يعني الحديث مش مظبوط ده ربنا وعد خلاص السيد خالد بيسال ما لي احد عليه كراتور كان جبل احد من الحسنات. شو مشكلتكم ما درستوش توحيد؟ ما لي احد لا يجب على الله ان يدخل النبي الجنه ودرسنا توحيدا واعده. اما مشكلتكم انتم اتعدمتوا العلم من الازهر ما انتش عارفين حاجه. لا يجب على الله ان ندخل النبي الجنه. عاوز من كده حاجه؟ ما فيش حد يوجب على الله شيء. طيب خلاص بقى لا ما انت ما تجيش لا انت بقول لك القراريط سطر وتسيب سطر هسيب سطر وتسيب سطر. لكن هو اللي اوجب على نفسه ربنا اللي اوجب ذلك على نفسه خلاص. يبقى الكريم اذا وعد انجز واذا اوعد اخلف. يعني ممكن مش قال ويعذب البلد واذا وعد وفى بقى مش وعد اخلف كمان اوعد اوعد اذا اوعد اوعد اخلف توعد بالتوعد ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليه. ايوه مش ده دليل؟ قد يتوب عليهم بانه يموت عموم واستثناء بانه يموت مسلما يلا لانه يصحح نفسه قبل ما يموت. نعم ان الله لا يقر على الخطا ويوفقه الى الصواب. دلوقتي الاجل محتوم ولا ورزق محتوم ولا مو محتوم؟ مقسوم الرزق مقسوم مش محتوم. والاجل الاجل محتوم يغيره الدعاء ولا لا يغير القدر الدعاء؟ راي ابن مسعود يغيره الكيفيه. اقرا لابن مسعود ويغيره عدد كم من وكيف. راي ابن مسعود كم من كمان كم من وكيف لابن مسعود. نعم سلم
ولا يرد لا يرد البلاء الا الدعاء. نعم اللهم صل اللهم رب كتبتنا نعم. عندك شقيا فمحاوت ابن سعيدا نعم. يمحو الله ما يشاء ويصبر نعم. عنده ام الكتاب. امين 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 يا مولاي. يبقى ان هم مش ده اللي قالوا مسؤول الدمشق و الله يخليك. يا سيدي دملخي هذا الشيخ رمضان كنت تسأل عليه